انتم عليكم تخمنوا اسم الفيلم ايه؟ الصورة دي للفنانة فاتن حمامة من فيلم كان بيشاركها البطولة الفنان عمر الشريف. الادوات اللي استخدمتها في الرسمة استخدمت اقلام رصاص 2B و HB و 4B بلاك، ودمجت الرصاص بالمنديل. الرسمة خدت مني حوالي مثلا ساعة الا تلت. اكتبوا لي الفيديو ده وصلكوا الساعة كام، وبتتابعوني من اي بلد، واي مشهد حابين ارسمه من اي فيلم اكتبوا لي اسم الفيلم واسم المشهد وانا هجيبه واحاول ارسمه.